هذا الحيوان ثمل انتهى عن طريق البيت، وهذا آخر يقوم بحركات غريبة بوجهه، والثالث نسي نفسه وكيف يمشي. ولم تعد عند هذه القطة قوة كافية لتصعد إلى الكنبة وتستلقي. كل هذه الحيوانات سكرانة وتحت تأثير الحشيش والمخدرات بكل ما تعنيه الكلمة. الزهزهة والسلطنة والإدمان تنتشر بين المخلوقات بما يفوق معدلاتها عند البشر. معظم الحيوانات تفضل تناول الفواكه والفطور والأزهار التي تحمل مركبات كيميائية لها تأثير الكحول والمخدرات. شجرة المارولا في إفريقيا تعتبر موسم المرح والتغلب على الملل والاكتئاب، وفرصة لنسيان هموم الغابة والمطاردات والبقاء للأقوى. الفيلة والقرود تكون محظوظة بالحصول على هذه الفاكهة مبكراً، لأنها تملك القوة والرشاقة لتصل إليها. ولكن بعد أسابيع قليلة تسقط الثمار مخمرة على الأرض لتتناولها جميع الحيوانات، وما هي إلا ساعة حتى يبدأ الجميع في الترنح والسقوط في مشاهد بمنتهى الطرافة لا تستثني الفيل الضخم ولا الطيور ولا حتى السناجب. ومع حلول الليل يستلقي الجميع منهكين من التعب وكأنهم عادوا من حفلة صاخبة. تشع الماريجوانا في دول عدة فتح الباب مشرعا للقيام بتجارب على مشاركة الحيوانات بتناول هذه النبتة المخدرة وتوثيق لحظات لا تنسى للقطط التي لا تعرف الوصول إلى طعامها، أو الحصان الذي يتلذذ بتدخين الماريجوانا، فيما يرقص هذا الببغاء فرحا حين عرف بأنهم يحضرون له لفافة الحشيش. ويعيش هذا الكلب في عالم آخر تماما. أما الكحول حدث ولا حرج، هذه القرود التي تسرق كل شيء على الشواطئ وفي الأماكن السياحية تستسيغ جدا العصائر والمشروبات الكحولية وتتناولها بشراهة حتى تصبح على هذه الحال. ويبدو أن هذا الماعز قد أفرط في الشرب حتى وصل إلى ما وصل إليه. في أعماق البحر لم تعجز الدلافين عن إيجاد طريقة لإشباع إدمانها، فهي تقرب هذه السمكة السامة من أنوفها وتوهمها أنها تريد اصطيادها، لتفرز السمكة مادة سمية دفاعية تعطي مفعول المخدرات التي تستنشقها الدلافين، وتتبادل السمكة فيما بينها حتى يكتفي القطيع كله. وللتدخين حكاية أخرى وخاصة مع القرود، وكأن هذا القرد ينفخ هموم الدنيا التي تراكمت فوق رأسه. فائض الطرافة والضحك في مقاطع الحيوانات المدمنة لا يلغي الأثر الذي قد يكون مؤذيا لدرجة كبيرة حين يقتنع أحدهم بالتراخي والتكاسل عند همومه واعتناق المبدأ الشعبي القائل: نفخ عليها تنجلي.